اخويا دي الكاميرا في دي الكاميرا صراحة. راه ما تحبين انا عندك تقول واتساب، راه ما تحب العلاج يا الناس اللي عدتوا بعقلك بتحركوا. اديني الشوطان، عاد ما تقولي صبر اديني الشوطان، اديني الشوطان. اي ويلي. يا ونها الناس معينهم الله يحسن عينيه عليه دبر راسه من المشهور مولانا دبر راسه أو ناس شكام في الخوف والخاين سمعت والله مدير واحدين هم يقولوا للناس يا الله نعطيكم الكارتيات الكارتيات لا يقبلها اليوم غير غدا راهي مقروحة عنه على الموضوع.